طيب اذا نرجع هلا للاندكشن موتور، قلنا الاندكشن موتور اذا جيت اطلعت على ستيتر للاندكشن موتور راح يولد لي فلكس، وحكينا لو عندي عدد البيرز اوف بولز، عدد البولز بيساوي 2، يعني عدد البيرز اوف بولز بيساوي 1، معناها الكتريكال ديكريز بتساوي الميكانيكال ديكريز. 1 الكتريكال ديكري بتساوي 1 ميكانيكال ديكري. وجيت حطيت انا ستاك هون لآر، او A داش 120 درجة B داش و 120 درجة C داش. حرك هذا شوي هيك، عندنا 3 فلكسز اللي موجودة هون. تكون عندي روتيتنج ماجنتيك فلكس في داخل المحرك، الروتيتنج ماجنتيك فلكس اللي في داخل المحرك عمال بلف على السينكرونس سبيد، عمال بلف على ان اس، خلينا افترض انه اتجاه دورانه هيك، نفترض انه عندي هذا بي ستيتر، هذا الناتج عن الفلكس اللي موجود في المحرك. هنا عندي الروتر بارز موجوده هون، نرسم زي ما رسمنا هناك، نرسم الروتر بارز اللي موجوده في الروتر، وامبيدد في الروتر راح يكون مجموعه من الروتر بارز موجودين هون. وتتذكروا حكينا كيف راح يتكون عندي، خلينا افترض انه الفلكس عمال يلف في هذا الاتجاه، الفلكس هذا اللي بيتحرك بهذا الاتجاه عماله بقطع الكوندكتر بارز، خلينا افترض انه هون عندي كوندكتر بار، واحد من الكوندكتر بارز اللي انقطع والفلكس اتحرك عليه بهذا الاتجاه، فكانه هو بيتحرك بهذا الاتجاه، فرح يصير في عندي اول شيء جنريتر افكت. نطلع الجنريتر افكت شو عماله بصير، عندي الفلكس بهذا الاتجاه وفي حركه، الفلكس ماشي هيك، فكانه الكوندكتر بار ماشي هيك مظبوط، فرح يكون اتجاه الاي ام اف اللي بتولد في السلك طالع من السلك. فاذا صار عندي هون راح يصير في عندي اف هون طالع من السلك بهذا الشكل من هون، والمفروض هلا هذا يعطيني تورك بنفس اتجاه الدوران، خلينا نتاكد انه هذا صحيح. فبنيجي هون هلا عندي الموتور افكت، عندي الكرنت طالع من الصفحه هيك، الفلكس بهذا الاتجاه، وين الفورس اللي على الكوندكتر بتصير في هذا الاتجاه، فبصير عندي راح يتكون تورك في هذا الاتجاه من هون، اللي راح يصير هلا اذا الفلكس اقوى شيء له هون راح الاقي انه مجموعه الاسلاك اللي موجوده في السكويرل كيج راح يكون لحد اكسس معين هون، كل هذول، وبعدين عند النقطه هاي بنعكس طبعا مش بنفس القوة، بس انا رسمتهم بيشبهوا بعض يعني بنفس الحجم، بس هم مش بنفس القوة راح يكون. لو جينا الان اطلعنا راح نلاقي انه عندي في كرنت ماشي في الروتر مظبوط، بيشبه الكرنت اللي ماشي في هذا الروتر، الكرنت اللي ماشي في الروتر هذا اسلاكه الكرنت طالع من الصفحة هون داخل بالصفحة هون، راح يتكون عندي فلكس، والفلكس هذا راح نسميه زي ما سمينا هناك كوادرتشر فلكس، انا عكست الالوان تبعتهم، خلينا نضبط الالوان تبعتهم يصيروا نفس اللون اللي هون، فراح احط هذا راح يكون عندي هون هذه دايركت فلكس، واللي هو سببه ستيتر، وعندي هون راح يكون بهذا وهذا هون كوادرتشر فلكس. وبنفس الطريقه بامكاني افكر التورك اللي بتولد في هذا المحرك، طبعا احنا متفقين انه اتجاه الدوران هون
والتور كمان راح يتكون هون، فاتجاه الدوران بنفس اتجاه التور. وكمان بامكاني اقول هون انه عندي التورك اللي تكون في المحرك هو كي اللي بيعتمد على الدايمنشنز تبعت المحرك مضروب في بي ار زي هناك كروس برودكت مع بي اس، وهي نفس الشيء لو عملت كروس برودكت من بي ار لبي اس بعطيني بهذا الاتجاه، فبصير ماشي بهذا الشكل. وهذا اللي راح اعمله راح نستعمله من الان فصاعدا حتى نقدر نقدر نفهم هذا شو هذا الفلكس هذا اللي موجود. هذا الروتر صار كانه هو فيه الكتروماغنت مزبوط، والالكتروماغنت هذا فيه له اتجاه. انا حتى اعبر عن هذا الاتجاه من هون او هذا الفلكس اللي موجود هون، مش هذا طالع بهذا الاتجاه، شوفوا ايش راح ارسم. لاني راح ارسم هون بيرمننت ماجنت او الكتروماغنت. هذا اللي هو هذا الالكتروماغنت مش ثابت ميكانيكلي على المحرك. اوكي، وضعيه هذا الاخضر من هون مش ثابته على المحرك، مش زي السينكرونس موتور. في السينكرونس موتور هذه ثابته، نفس السينكرونس موتور هو نفسه البول هو نفسه الفلكس في السينكرونس موتور. في الاندكشن موتور هذه مش ثابته، لانه لو ثبتوا هذول الاثنين، لو هذا ثبت ميكانيكلي عليه وهذا ثبت بالنسبة له، ببطل في قطع للخطوط، وإذا بطل في قطع الخطوط بطل inducing. فهذا مهم جدا، هذه الفكرة الأساسية الآن راح تصير عنا، إنه إحنا إذا عندي induction motor عماله بخف، في أي لحظة من اللحظات في عندي stator flux B S سببه stator، وفي عندي هون عمودي عليه أو مش شرط يكون عمودي عليه B R، والبي ار هذا راح ارمز له بالرمز، راح ارسمه. هذه اشي كهربائي الكتريكال لا يساوي الميكانيكال تبع الروتر، مش ثابت. يعني لو جبت طبشوره وعلمت بالطبشوره على هذا السكور الكيج، علمنا علامه على الطبشوره، بعدين صرنا نتفرج على الروتر ونشوف ايش عماله بصير في الروتر، راح الاقي انه موقع هذا بالنسبه للهاد مش ثابت. هذا بيكون سابق. لكن دائما في عندي ستيتر فلكس جاي من الستيتر، وفي عندي روتر فلكس جاي من الروتر بسبب التيارات الكهربائيه اللي ماشي فيه. لكن هذا البوزيشن لا يساوي الميكانيكال بوزيشن، مش ثابتين، مش ملزقين ببعض. في حين في السينكرونس موتور، متذكرين السينكرونس موتور؟ لو عندي سينكرونس موتور، اصلا السينكرونس موتور هو نفسه الروتر تبع او اللي نسميه هناك ما سميناه الارمتشر. في السينكرونس موتور بهاي الحاله الكتريكال يساوي الروتر. هون عباره عن ايش؟ مثلا في السينكرونس موتور ممكن يكون هذا الكتروماجنت مظبوط، مش احنا بالسينكرونس موتور لازم يكون في عندي اللي بلف الروتر هو بيرمننت ماجنت او الكتروماجنت، وهذا عندي هون مثلا نورث وهذا ساوث. هل هذا هون اللي بيعمل الالكتريكال والميكانيكال كومبوننت مختلفين؟ لا، هم نفسهم، مش هيك؟ هو نفسه هذا اللي بلف، اللي بمسكه بايدي اللي بشوفه الالكتروماجنت وهو بلف، اذا لف ثلاث لفات الالكتريكال يعني الفلكس تبعه قديش بلف؟ ثلاث لفات. لكن هذول الاثنين they slide on each other. الكتريكلي ما بيكون البوزيشن الكتريكلي، بضل ميكانيكال. في الاندكشن موتور هي هون نلخص هذه اللي حكيناه، هذا اختلاف اساسي طبعا بيسهل الكنترول تبع السينكرونس موتور وبصعب الكنترول تبع الاندكشن موتور. في الاندكشن موتور الالكتريكال لا يساوي الميكانيكال. في السينكرونس موتور الالكتريكال بالروتر اللي فلكس تبع الروتر في الالكتريكال هو نفس زاويه، فلو انا جبت شافتنج كودر وركبت شافتنج كودر على السينكرونس موتور وراقبت البوزيشن، إذا عرفت الميكانيكال بوزيشن فأنا عرفت الالكتريكال بوزيشن تبع الفلكس. بس أنا هون ما بعرف، ما بقدر، في هون اختلاف بينهم، هذا رح يعمل سلايدنج عليه، ولازم يصير في هيك سلايدنج، لأنه لازم يصير في عندي سلايدنج. أوكي؟